الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى يوم الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حي الله هذه الوجوه المشرقة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته ودار مقامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشهادة ومنزلة الشهيد عند الله جل وعلا، هذا هو عنواننا في هذه الدقائق بمشيئة الله جل وعلا وتوفيقه. إن الله سبحانه وتعالى حينما حث عباده على البذل في سبيله تنوع الناس في بذلهم لله جل وعلا، فمن الناس من بذل من ماله قل هذا البذل أو كثر، وأخرج من ماله ابتغاء مرضات الله جل وعلا. مصداقا في ذلك قول الملك جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال ربنا جل وعلا: وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن الناس من أوقف نفسه وفرغها في تقديم الخير والنفع للناس، علم أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا هو أن ينفع غيره من الناس، وعلم أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا هو إدخال السرور على الناس فتمسك بها والتزم بها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الناس وعن أحب الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله جل وعلا أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور أدخله على مسلم. ومن الناس صنف ثالث، ومن الناس كان عنده المال رخيصا، وأن يوظف نفسه في نفع الناس رخيصا فبذل روحه لله جل وعلا، قدم نفسه لله جل وعلا، عقد بيعة مع الله جل وعلا. السلعة هي الروح وهي النفس، الثمن الموعود من الله جل وعلا هي الجنة. قال ربنا جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والقرآن. واسمع إلى ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، أو غنيمة فإن لم يكن لا أجر ولا غنيمة. فما هو الثمن؟ هو جنة الله سبحانه وتعالى.
من أجر أو غنيمة أو أدخله جنة. ثم اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم منزلة الشهادة عند الله جل وعلا، صنف رابع من الناس، بدل ماله ونفسه لله جل وعلا، قال بنفسه وماله، ثم لم يرجع بذلك، فأجره معد عند الله جل وعلا. وصنف خامس من الناس خرج بنفسه وماله وأهله، لم يترك حتى أهله. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما ترك شيئا إلا ووضعه للدين، ما له للدين، ما له كله للدين، نفسه للدين، حتى أهله أولاده لمن؟ للدين. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لليلة واحدة قضاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع النبي، قال لخير من عمر ومن آل عمر. لماذا؟ لأنه خرج بنفسه وماله وأهله خدمة لدين الله جل وعلا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو الشهيد؟ الشهيد هو الحاضر. الشهيد في عرف اللغة أو في التعريف اللغوي هو الحاضر، والشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه. اسمع إلى ما قاله ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء شهيدا. واسمع إلى ما قاله ربنا جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالشاهد هو هو الذي جاهد في سبيل الله جل وعلا لا لغرض من أغراض الدنيا. اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخل عبد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله سبحانه فهو في سبيل الله جل وعلا.
ثم نزل إلى أرض المعركة ليشرب من الماء، فأصابه سهم غمض فقتله. لا يدرى من رماه. فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني عن حالك إن كان في الجنة صبرت عليه، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها كلاب في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى في الجنة، مع أنه لم يقاتل مع رسول الله، ولكنه أصابه سهم غمض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كلاب في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى في الجنة. واسمع إلى سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قابله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا جابر، لما أراك منكسر؟ فقال: يا رسول الله، قتل والدي في أحد، وترك بينا وعيالا، حين ترك سبعة من البنات أو تسعة من البنات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله به أمامك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما كرم الله سبحانه وتعالى أحدا إلا من وراء حجاب، بينه وبينه ساتر. أما أباك فكلمه نفاحا، قال: تمنى علي يا عبد الله كرمك. منزلة أعدها الله سبحانه وتعالى له. فقال: يا ربي، أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية. فقال الله جل وعلا: سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأعلم من ورائي. فنزل قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما شهيد الدنيا هو من قتل في أرض المعركة، ولكن اختلفت نيته، لم تكن هذه النية لله جل وعلا، وإنما كانت لغرض من أغراض الدنيا، إما من أجل الغنيمة، أو أنه غن شيئا من الغنيمة. ماذا يفعل به؟ فهل في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن ما هو الذي أعده الله جل وعلا له في الآخرة؟ اسمع إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم مروا على قتلى خيبر، فقالوا: فلان شهيد، وفلان ظنها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ شيئا يسيرا، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمله التي ظنها يوم خيبر تشتعل عليه نار. واسمع الى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: فعرفه نعمه فعرفه، فيسأله المولى سبحانه وتعالى: وماذا عملت؟ فيقول المولى جل وعلا: قاتلت فيك حتى قتل. فيرد الله سبحانه وتعالى عليه: كلا، ولكنك قتلت حتى يقال إنك جريء. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا الى يوم الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، هناك صنف رابع، صنف ثالث، الا وهو شهيد الاخره. وماذا علينا نحن ان نفعل حتى نحصل على الثواب الى الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم بمشيئه الله جل وعلا؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، فاذكر ربك اذا نسيت فقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك اللهم لنا فيمن اعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم يا ربنا موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لابائنا واغفر لامهاتنا واغفر لسائر اصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا يا ربنا الوباء، وارفع عنا يا ربنا البلاء، وارفع عنا يا ربنا الغلاء. اللهم ارفع عنا يا ربنا الغلاء. عباد الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والله تعالى اعلم واعلم واقيم الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اهدنا الصراط
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله.